حتى لا يتكرر سيناريو إتلاف المربيين لصهاريج الحليب الطازج ورفض بعض الملابن استقبال الحليب بالكميات التي تحفزهم على مواصلة الإنتاج. وزارة الفلاحة تلزم الملابن المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب استقبال جميع كميات الحليب الطازج للمربيين المتعاقدين، وفي حال مخالفتهم للتعليمة يتم تعليق تزويدهم بالمادة الأولية لمسحوق الحليب المدعم. خلفية القرار يعود إلى تسجيل تجاوزات بالجملة على مستوى بعض الملابن، ما دفع بالمنتجين إلى تخفيض كميات الإنتاج إلى جانب تخلي البعض عن النشاط. الديوان الوطني المهني عاود دار مذكرة للبنات العمومية والبنات الخاصة باش يستقبلوا الحليب الطازج من الإنتاج الوطني في الملبنات. هذه يعني للأسف كانوا بعض الملبنات، يعني باش ما نهضروش عليهم شكون هما، كانوا ما يستقبلوش الحليب الطازج ولا كانوا يستقبلوا كميات قليلة جدا جدا جدا، يعني باش يقولوا بلي أو عندنا الحليب الطازج باش نقدروا نديو البودرة. هذا المذكرة هذه يعني تأكد وتقول كل الملبنات يعني إجباريا باش يستقبلوا الحليب الطازج، على خاطرش هذا الإنتاج الحليب الطازج من الإنتاج الوطني يعني هو يعني فرصة لنا احنا باش نقلصوا الفاتورة تاع الاستيراد. الور لحقوا في بعض المناطق، وين كاينين يعني منتجين اللي يعني للاسف كي ما صابوش يعني المحولين ما دوش عليهم الحليب تاعهم، يزيدوا بليجي باش الحليب يرمي باسكو بعد يرمي ولا ما يصلحش للاستهلاك. بالمقابل المربون مطالبون بالحرص على احترام معايير الجودة والنظافة وشروط الحفظ. دروك الى يمد البقرة ما يمدلهاش الماكلة مليحة ولا يمدلها غير التبن ولا يمدلها غير الخبز، انه يخرج ماشي مليحة وما عندوش وين يحفظ الحليب تاعو، سي نورمال يخرج الحليب يخرج حامض. تربية الابقار لازم نلحقوا للتكوين، الى ما كانش انفورماسيون في كل ميدان ما نقدروش نافونسيو، لازم تكون كاين انفورماسيون. الجزائر البلد القارة وامكانياتها، إلا أنها تعتبر أكبر مستورد لحليب البودرة بمبلغ يصل إلى مليار دولار سنوياً، وهو ما يلزم القائمين اتخاذ استراتيجية جديدة لتحرير البلاد من الباخرة، والبداية تحفيز المنتجين والأولوية للحليب الطازج وإمكانية إدماجه مع غبرة الحليب المستوردة بما يمكن من تقليص الفاتورة تدريجياً. والقرار بيد المسؤولين.